عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كده الصوت واضح؟ طيب، الظاهر اليوم في اسباب المشاكل الخاصه بالشبكه. ما انا عندنا ما حيكون في شرائح، تابعوا معي من المرخص على طول. الان حنتكلم عن توزيع ذو الحدين. توزيع ذو الحدين، اول معلومه نثبتها انه توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتماليه المتقطعه. اول معلومه نثبتها، توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. واضح شباب؟ توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. اتفقنا على هذه. طيب، هذا ممكن يكون سؤال في الاختبار، اقول لك توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتصلة، صح ولا خطأ؟ فانت لازم تكون عارف هذه المعلومة جيدا، انه توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. طيب، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، توزيع ذو الحدين يستخدم للتجربة اللي فيها يعني أن تحتمل إجابتين فقط، يعني مثلا مثل النجاح والفشل. يعني الطالب لما يختبر إحصاء إما ينجح أو يرسب. يعني حدين ثم الباينوميال ثنائي، يعني ما في حاجة ثالثة، إما نجاح أو رسب. المريض لما نعطيه مصر دواء معين، إما يستجيب لهذا الدواء أو لا يستجيب، تمام؟ هذه كلها بسميها تتبع توزيع ذو الحدين، كلها تتبع توزيع ذو الحدين. إذا توزيع ذو الحدين من الحوادث الاحتمالية دائما نجد في حالة التوزيع الاحتمالي المتقطع. واضح شباب؟ طيب، هذا التوزيع لما عنده قانون، عنده دالة. هذه الدالة، طبعا انا ما ظهر عندكم الان البوربوينت، فبقوم بحاول ارسم لكم مثلا اكتب لكم الدالة. دالة ذو الحدين هي عبارة عن دالة احتمالية. لما نقول دالة احتمالية معناها اي حاجة انا احسبها في الدالة هذه المفروض تكون محصورة بين الصفر والواحد. طيب، هذه الدالة هي اللي هي انا لما اجي احسب ح احتمال س، حيث س هذه قد تكون ح س بتساوي صفر، ح س بتساوي واحد، ح س بتساوي اثنين، حسب نوع المطلوب. ح س بتساوي عندكم موجودة في الدفتر في عندكم أمامكم، اللي هي بتساوي إيش؟ ح س بتساوي نون غاف س. هذه سبب اسمها التوافيق، اسمها التوافيق. من الآن الحاسة بعد شوي هنحسبها كيف. طيب، نون غاف س ضرب، عندي هنا علامة ضرب. لام هي نسبة النجاح، احتمال النجاح. لام مرفوع قوة سين، لام مرفوع قوة سين، واضح؟ ضرب الكلام ده كله هذا ضرب. واحد ناقص لام، هذا في قوس، عندي هنا قوس مفعول اللي فيه الواحد ناقص لام أسي سين أسي اللي هي نون ناقص سين. نون ناقص سين. هذا هو قانون ذو الحدين، اللي هي كيف نقدر نحسب دالة ذو الحدين. أول حاجة عندنا حاء سين معناه احتمال نوجد سين، هذه سين متغير، قد يكون واحد اثنين ثلاثة. ما هو احتمال عدم وجود؟ حيكون حاء سين بيساوي صفر. ما هو احتمال وجود وحدة واحدة؟ حيكون حاء سين بيساوي واحد. ما هو احتمال وجود وحدتين؟ حيكون حاء سين بيساوي اثنين. إذا سين متغير. نون حجم العينة. نون معناها شباب ايش؟ حجم العينة. طيب، اذا عندي نون حجم العينة، وعندي سين اللي هي من المغيرات، وعندي لام النسبة. طبعا يا اخواننا في قانون ذو الحدين عندي احتمال النجاح واحتمال الفشل. اهم حاجة الطالب يعرف احتمال النجاح واحتمال الفشل. اي حاجة موجودة نسبة اعطناها في المثل موجودة معناها هي احتمال لام، هي نسميها لام النسبة. يعني مثلا قلت لك اذا كانت نسبة الرسوب 5% على طول تكون عارف انه لام بتساوي 5%. اذا كانت نسبة الرسوب مثلا 10% نكون عارفين انه هذه النسبة بس هي عبارة عن لون لام بتساوي 10. اذا لام هي النسبة، ودائما معطى لام تمثل النسبة
ودائما معطى. طيب اذا كان لام هذه نسبه المكمل، المكمل هذه نسبه للواحد، طبعا مجموع النسب النجاح زائد الفشل المفروض يساوي واحد، النجاح زائد احتمال الفشل المفروض يساوي واحد. اذا هذا معناه ايش شباب؟ معناه المكمل للام هو واحد ناقص لام، واحد ناقص لام هي تكمل لي النسبه للام. عشان كده انا بقول دائما انه اللام هي النسبه المعطاه في المساله، لام معطاه. اذا اذا كان لام معطى 10% كم تساوي 1 ناقص لام؟ اذا كانت لام 10%، اذا كانت لام هذه لام اعطاني لها جاهزه قد تساوي 10% اللي هي مكتوبه كده شباب 0.1. لما اجيبها 0.1 معناها 10% او تكتبها 1 من 10 كله صح. طيب اذا كان هذه اللام بتساوي 1 من 10 او 10%، طيب كم تكون قيمه، كم تكون قيمه 1 ناقص لام؟ واحد ناقص لام كم يكون؟ واحد ناقص لام شباب، واحد ناقص لام يساوي، واحد ناقص لام يساوي بيساوي 0.9. نعم بيساوي 0.9 او 0.90 كله صح. لو كتبتها 0.90 من 100 صح، لو كتبتها 0.9 من 10 صح. اذا هذه 0.9. اذا نحن الان نثبت معلومه انه لام واحد ناقص لام مكملين لبعض. لام هي النسبه المعطاه، واحد ناقص لام هي عبارة عن الفرق بين واحد وبين لام. تمام؟ كيف بحسبها؟ إذا كان عندي حط في الآلة الحاسبة واحد ناقص 10%، واحد ناقص 10% تساوي على طول كم تساوي؟ واحد ناقص 10% كم تساوي؟ اللي هي بتساوي 0.90، تساوي 0.90 او 0.9. نعم 0.90 او 0.9 صح، كله صحيح تمام. اذا الان عرفنا حق س، قلنا الس هي المتغير بيكون دائما معطى في الاسئله من خلال الاسئله. نون غ س من الاله الحاسبه، لو عندك اله حاسبه الان احسب معي، لو كان هذه النون نون غ س الآن نشوف نون غ س. طيب هي نون غ س من الآلة الحاسبة، أعمل أكتب مثلا أنا أحب الآن أحسب 2، أحسب 2 تمام، عندي 2 غ، عندي الآن 2 غ مثلا 1، 2 غ 1. يلا روح معي الآلة الحاسبة، اللي عنده آلة حاسبة يعمل 2 شيفت تقسيم، علامة تقسيم 1، 2 شيفت تقسيم 1 ظهر كم؟ الجواب 2. نعم بتساوي 2، بتساوي 2. اذا هذه عرفناها الان. طيب لو عندي 10، عندي 10 10 غ، عندي 10 غ 2، 10 غ 2 كيف اعمل؟ اكتب 10 اعمل شيفت تقسيم 2 اللي هي بتساوي 45. نعم بتساوي 45. اذا عرفنا يا شباب نون قاف، نون قاف س نحسبها كيف؟ نعم بتساوي 45. هذه اكتبها الان، اكتب نكتب الرقم الاول ثم نعمل شيفت ثم تقسيم ثم الرقم الثاني يعطينا على طول اللي هي التوافيق لهذا الرقم. اذا الان ثبتنا انه نون قاف س من الاله الحاسبه، من الاله الحاسبه. بقول عيد ثاني في الآلة الحاسبة، عندك آلة حاسبة؟ معك آلة حاسبة؟ طيب حط 10 اعمل شيفت في أعلى اليسار، شيفت علامة تقسيم، اكتب تحت 2 شيفت تقسيم 2، 10 شيفت تقسيم 2 كم ظهرت؟ 10 شيفت تقسيم 2 45. طيب اذا الان نرجع للقانون حقنا اللي هي في هذه الصفحه اللي هو قلنا عندنا عندنا في القانون نحن عملناه قبل شويه، فقلنا
نون قلنا حاء سين عشان احسب هذه سين حاء سين بيساوي نون غاف سين وقلنا نون غاف سين من الآلة الحاسبة نعمل نون ثم نعمل شيفت تقسيم سين نون شيفت تقسيم سين هذه عملناها نضربها في النسبة اللي هي لام وقلنا هذه معطى هذه معطى ثم نضرب في واحد ناقص لام نحسبها بالآلة الحاسبة واحد ناقص هذه لام مرفوعة قوة سين لام مرفوعة قوة سين ثم نضرب في واحد ناقص لام وهذه برضه مرفوعة لقوة فوق القوة حقتها هي عبارة عن اللي هي نون ناقص ناقص سين نون ناقص سين هذا هو قانون ذو الحدين هذا قانون بنحفظه ونحن إن شاء الله بنحاول في الاختبار نعطيها من نون ناقص سين هذه تكون معطى لكن باقي الأشياء تعرفها أنت يعني طيب هذا بالنسبة لذو الحدين الآن عرفنا أن ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة ثبتنا هذه المعلومة الآن ثبتنا أنه توزيع ذو الحدين يستخدم عندما يكون التجربة عندها حدان لها حدان اللي هي احتمال النجاح واحتمال الفشل هذه معلومات مفروض أن نعرفها قبل ما نبدأ في الشغل ثم عرفنا أنه ذو الحدين عنده دالة احتمالية هذه الدالة بنحسب بها أي قيمة احتمال بالنسبة للتوزيع تتبع توزيع ذو الحدين طيب بقى السؤال متى نستخدم توزيع ذو الحدين متى نستخدم توزيع ذو الحدين طيب نستخدم توزيع ذو الحدين عندما يكون حجم العينة صغير هذه النون تكون مالها شباب نون صغيرة هذه النون تكون صغيرة تمام صغيرة كم يعني صغيرة يعني أصغر من 30 أصغر من 30 يسمى العينات الصغيرة تكون حجم العينة صغير وفي نفس الوقت تكون النسبة لام كبيرة تكون النسبة لام كبيرة دول شرطين أساسيين لاستخدام توزيع ذو الحدين إذن نحن أول خطوة نعملها مناظر قيمة سين قيمة لام وقيمة نون نون حجم العينة في عينة عشوائية حجمها 5 على طول هذه صغيرة طيب ننتظر الثاني كانت نسبة الثالث بتساوي 10% هذه نسبة كبيرة جدا جدا مصنع ينفي إنتاج 10% من الإنتاج الثالث ده لو حقي أنا أسكره 7 مرات لأنه نسبة عالية إذن لما تكون النسبة كبيرة ويكون N نون صغيرة في هذه الحالة نستخدم توزيع ذو الحدين إذن يا شباب نحن الآن ذكرنا 3 معلومات مهمة جدا جدا المعلومة الأولى إن توزيع متقطع المعلومة الثانية إنه نحن نستخدم ذو الحدين عندما يكون التجربة عندها حدين المعلومة الثالثة إنه ذو الحدين نستخدمه عندما تكون النون صغيرة أصغر من 30 واللام كبيرة أكبر من 1% أكبر من 1% يعني 1% وأكبر 5% 10% 15% لكن لما تكون معي الحاجة في الألف هذه تكون نسبة صغيرة نستخدم معها توزيع آخر هنشوفه إن شاء الله في المحاضرة الجاية اسمه توزيع بوصون الآن أي حاجة فيها 100% 5% 10% 15% 20% هذه نسبة كبيرة تسمى بالنسبة الكبيرة إذن يا شبابنا أنا ممكن أسألك بقول لك من أمثلة المتغيرات أو التوزيعات الاحتمالية المتقطعة أعطيك ذو الحدين أعطيك بوصون أعطيك التوزيع الطبيعي أعطيك مجموعة من الحاجات وأنا في النهاية أبغى من هذه الأمثلة اللي هو توزيع ذو الحدين من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة طيب إذن هذا بالنسبة لي القاعدة القاعدة واضحة شباب في سؤال في القاعدة هذه القانون هذا القانون يا شباب شو سؤال القانون واضح تفسير القانون واضح طيب واضح طيب عندنا الآن خصائص خاصة بذو الحدين هذه الخصائص اللي هي دائما في كل اختبار موجودة اللي هي حاجة اسمها القيمة المتوقعة لذو الحدين اسمها ايش القيمة المتوقعة لما اقول القيمة المتوقعة هنا يا شباب قصد بها ذو الحدين قصد بها ايش ذو الحدين القيمة المتوقعة سميها التوقع او بسميها ذو القيمة المتوقعة طيب القيمة المتوقعة ذو الحدين تمام هذه نحن نرمزها بالرمز ميو اسمها ايش ميو هذه رمزها ميو طيب هذا الميو بيساوي
في ذو الحدين يا شباب خاص في الكلام هذا خاص في ذو الحدين ميو بيساوي نون ضرب لام نون ضرب لام نون ضرب لام يعني نون مضربة في لام نون مضربة في لام هذا اسمه القيمة المتوقعة لذو الحدين هذا أول قانون في الخصائص الخاصية الأولى لذو الحدين إنه القيمة المتوقعة نحسب عن طريق نون ضرب لام طيب يعني يقول لك إذا كان نون إذا كان نون مثلا نون بيساوي 10 تمام ولا نون قاعد بيساوي 10 لا بيساوي 10% هي 10 من 100 ممكن تكتبها كده اللي هي 10 من 100 المطلوب المطلوب أوجد القيمة المتوقعة أوجد القيمة المتوقعة نون بتساوي 10 لام بتساوي 10% أوجد القيمة المتوقعة اللي هي ميو ميو بتساوي يلا شباب ميو بتساوي 1 شباب قالوا ميو بتساوي 1 ميو شباب قالوا بتساوي 1 ها شباب ميو بتساوي 1 نعم ميو بتساوي 1 نضرب 10 بالآلة الحاسبة عندي 10 10 هذه 10 ضرب بوينت 10 ضرب بوينت 10 هي بتساوي بالآلة الحاسبة بتساوي 1 صحيح بتساوي 1 هذه بتساوي 1 إذا عرفنا نحسب القيمة المتوقعة في ذو الحدين القيمة المتوقعة في ذو الحدين في أشكال يا شباب بسميها ميو اسمها ميو ميو القيمة المتوقعة اللي هي عبارة عن ضرب نون في لام نون ضرب لام نون عندي معطى دائما ولام عندي معطى دائما طيب أديك مثال تالي على القيمة المتوقعة لأنه في الاختبارات واردة كثيرة جدا يا شباب لازم نخلي منها بالنا حساب القيمة المتوقعة في الاختبارات كثيرة جدا طيب في توزيع ذو الحدين مثال في توزيع ذو الحدين كانت نون بتساوي كانت نون بتساوي 10 تمام لام بتساوي 0.3 لام بتساوي 0.3 فإن القيمة المتوقعة فإن القيمة المتوقعة ميو بتساوي فإن القيمة المتوقعة ميو بتساوي الخيارات 0.3 3.5 0.9 نعم ساوي 3 اللي هي 3 ضرب بوينت 10 ضرب 10 10 ضرب بوينت 3 بيساوي 3 نعم بيساوي 3 طيب في تصنيف عائلة مكونة من 10 عمال إلى مدخنين وغير مدخنين هذه التجربة تخضع لتوزيع الطبيعي ذو الحدين بوسون ولا توزيع جد ذو الحدين ليش ذو الحدين تصنيف عينة من 10 عمال إلى مدخنين وغير مدخنين لأن عندها حالتين المدخن يا أخواننا ما عنده ثالث إما مدخن أو غير مدخن يعني لما نعمل تصنيف لشخص إما مدخن أو غير مدخن يعني ممكن أقول الله هذا الشخص يعني يدخن في اليوم واحد لا أنا ما خلاص مدخن يعني يعتبر مدخن إما مدخن أو غير مدخن واحد الثاني في برضه سبب بخليني أعرف هذا الحدين هو إيش سبب آخر بعرف إنه بخليني أعرف هذا الحدين يا شباب سبب ثاني كيف أعرف هذا الحدين تصنيف عينة من 10 عمال إلى مدخنين وغير مدخنين 10 عمال 10 عمال 10 هذه ما لا شباب هذه حجم العينة صح حجم العينة حجم العينة حجم العينة كم نون هنا بيساوي كم يا شباب نون بيساوي 10 وانت قلنا اذا كان نون صغيرة معناه ذو الحدين نون بيساوي 10 اذا من الحاجتين انا عرفت انه هذا توزيع ذو الحدين طيب الخاصية الثانية هذا الخاصية الاولى بالنسبة للقيمة المتوقعة القيمة المتوقعة يا شباب واضحة
كل حد منكم يقدر يحسب القيمة المتوقعة. القيمة المتوقعة أو ميو هذه في أشكال. القيمة المتوقعة أو ميو فيها مشكلة يا شباب. أيوة المشكلة فين؟ أين المشكلة؟ واضحة. لا في ما عنده مشكلة يقول ما عنده. اللي عنده مشكلة ممكن احنا نحاول عليها. ما في. واضح. طيب الخاصية الثانية، الحاجة الثالثة في الحاجين المفروض نعرفها، حاجة اسمها التباين. اسمها ايش؟ التباين. لكن لمين؟ التباين الخاص بذو الحدين. خاصية، لما نقول خاصية معناها حاجة خاصة بذو الحدين، حاجة اسمها التباين. طيب التباين بذو الحدين بنطلب بالرمز سيجما تربيع. سيجما تربيع هذا رمز يا شباب، سيجما تربيع. هذا التباين ذو الحدين، تباين في ذو الحدين اللي هو سيجما تربيع بالنسبة لذو الحدين. لما نقول بالنسبة لذو الحدين معناه انا قاصد انه في ذو الحدين بيساوي، تباين في ذو الحدين بيساوي ايش؟ بيساوي نون حجم العينة مضروبة في لام اللي هي النسبة، معطاة دائما هذا معطى وهذا معطى، مضروب في واحد ناقص لام. برضو نحن هذا حسابه سهل جدا جدا، ناقص لام. اذا من هنا بحسب التباين في ذو الحدين. هذا قانون، هو قانون حساب التباين بالنسبة لقانون ميل ذو الحدين. طيب اذا التباين في ذو الحدين هو عبارة عن نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام، نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام. هذا هو شباب مكتوب الان في السبورة، نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام. هذا قانون التباين الخاص بذو الحدين. طيب لو قال لي نون بذو الحدين، اذا كان نون بيساوي، اذا كان نون بيساوي 10، نون بيساوي 10، وقال لي لام، لام بيساوي بوينت واحد، بوينت 1 هي واحد، اوجد التباين، اوجد التباين، اوجد التباين. كيف نعمل؟ اللي هي عندي نون 10 تباين، اجي اقول له التباين سيجما تربيع، هذا سيجما تربيع التباين بيساوي، ها بيساوي ايش؟ بيساوي نون اللي هي 10 تمام ضرب لام، كم لام؟ بوينت 1 تمام ضرب بوينت 1 ضرب، ها ضرب واحد ناقص لام هي كم؟ بوينت 9 ضرب بوينت 9، وكلها بتساوي كم؟ تساوي هذه بتساوي في النهايه شباب بتساوي بوينت 9، بتساوي بوينت 9. وهذا هو التباين بالنسبه لذو الحدين. لازم نحن نعرف نحسب القيمة المتوقعة والتباين في ذو الحدين، لأنه منها مسألة في الاختبار لازم تعرفها. كيف نقدر نحسب التباين وكيف نقدر نحسب ذو الحدين؟ واضح شباب؟ هذه بتساوي 0.9. واضح التباين؟ التباين بالنسبة لذو الحدين واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب واضح استمر. الان نشوف الخاصيه الثالثه في ذو الحدين. الخاصيه الثالثه في ذو الحدين اسمها الانحراف المعياري. اسمها ايش؟ الانحراف، الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. وهذا الانحراف المعياري هو عباره عن، تعريفه الانحراف المعياري هو عباره عن الجذر التربيعي للتباين. اكتب الانحراف المعياري هو جذر التباين. نعم الانحراف المعياري هو جذر التباين. اذا نحن اذا في ذو الحدين طلب مننا الانحراف المعياري، ما علينا الا نحسب التباين ثم نحط التباين تحت الجذر، يعطينا على طول الانحراف المعياري. يعني مثلا الان انا برمز التباين بسيجما من غير تربيع، هذا الانحراف المعياري، سيجما من غير تربيع، سيجما من غير تربيع تمام.
بتساوي هذه السيجما بتساوي جذر في المثل اللي حددناه السابقه جذر بوينت 9 جذر بوينت 9 هذه السيجما بتساوي جذر بوينت 9 كده واضحه سيجما بتساوي جذر بوينت 9 واضح يا شباب طيب الان اعطيك مثلا في توزيع ذو الحدين في توزيع ذو الحدين كانت نون بتساوي 15 نون بتساوي 15 لام بتساوي لام بتساوي 10% اوجد واحد القيمه المتوقعه نون بتساوي 15 ولام بتساوي 10% لام بتساوي 10% اوجد القيمه المتوقعه اوجد القيمه المتوقعه 1.5 الشباب قالوا القيمة المتوقعة مليون الشباب قالوا مليون بتساوي 1.5 نعم مليون بتساوي 1.5 طيب أوجد التباين أوجد التباين أوجد التباين كم تساوي 1.35 تماما 1.35 تمام او في حد يقرب قال 1.4 برضه صحيح كيف نحسب التباين نحسب التباين التباين هو عباره عن نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام لام عندي معطى قال لام كانت تساوي 1 او 1 او 10% اذا 1 ناقص لام حتساوي كم 1 ناقص لام هي عباره عن 90.90 اذا هذا 1 ناقص لام طيب عندي حتكون كل المثل هي عباره عن مثلا هي حتكون بوينت 10 او سميها بوينت 1 ضرب بوينت 90 او ضرب بوينت 9 كله صح تمام ضرب 10 ضرب 10 اللي هي نون ضرب 10 اللي هي نون هذه كلها لما نحسبها الان الحاسبه اللي هي بتساوي كم يا شباب؟ شباب كم يا؟ اللي هي 15 مش ضرب 15 ضرب 15 نون بتساوي 15 معلش نون بتساوي 15 طيب ضربناها في 15 اللي هي بتساوي هذه الان الحاسبه بتساوي 1.35 اذا يا شباب كده الان عرفنا كيف نقدر نتعامل مع ثلاثه خصائص لذو الحدين الخاصيه الاولى الخاصيه الاولى هو القيمه المتوقعه ميو وهذه الميو قلنا بتساوي نون ضرب لام نون ضرب لام هذه الخاصيه الاولى الخاصيه الثانيه قلنا هي سيجما تربيع ولما نقول سيجما تربيع معناها ايش؟ معناها التباين والتباين قلنا هو عباره عن التباين هو عباره عن نون ضرب لام ضرب لام ضرب واحد ناقص واحد ناقص لام نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام هذه الخاصيه الثانيه الخاصيه الثالثه هي سيجما اللي هي الانحراف المعياري وقلنا الانحراف المعياري بيساوي بيساوي ايش؟ بيساوي الجذر التربيعي لمين؟ للتباين بيساوي جذر التباين وهذا هو توزيع ذو الحدين البدرين مسألة واحدة تطبيقية على كيف نقدر نحسب القيمة الاحتمالية عن طريق ذو الحدين واضح شباب
الخصائص كده عرفنا نتعامل معاها كيف. الخصائص واضحه كلها شباب الثلاثه، القيمه المتوقعه والتباين والانحراف المعياري في ذو الحدين. هذه في الاختبار احنا بنجيبها كثير جدا لان هي اعتبارها سهله جدا وبسيطه، وبالنسبه للطالب كانها هديه يعني. هديه بالنسبه للطالب يحصل فيها اكبر قدر من الدرجات. واضح شباب؟ نعيد ايش هون؟ طيب لانه الوقت بعد ما مكنا نحل فيه مثلا قانون ذو الحدين نخلي تطبيق مثلا ذو الحدين للمحاضره الجايه. الان اتكلم عن الخصائص نفسها. طيب اكتب في مثال، مثال اخر في توزيع ذو الحدين كانت نون بتساوي، كانت نون بتساوي 15 و لام بتساوي 0.5، لام بتساوي 0.5، نون قال بتساوي، نون تساوي 15 ولام بتساوي 0.5، لام بتساوي هذه لام بتساوي 0.5. أخليها هي 0.5. طيب أحسب القيمة المتوقعة هي، القيمة المتوقعة هي، القيمة المتوقعة ميو بتساوي، كلنا شباب كلنا شارك، ميو بتساوي الشباب قالوا بتساوي 7.5 اللي هي 15 ضرب 0.5 بتساوي 7.5. نعم ميو بتساوي 7.5. هذه في اشكال توقع الان اصبح واضح. طيب الان احسب التباين سيجما تربيع، التباين سيجما تربيع، سيجما تربيع بتساوي ثلاثة بوينت خمسة وسبعين. نعم شباب قال بتساوي 3.75، 3.75. نعم 3.75 هذا هو التباين، التباين الشباب قالوا يساوي 3.75. الحين نحسب الانحراف المعياري سيجما، الانحراف المعياري سيجما يساوي اللي هي جذر 3.75 بيساوي 1.93. الشباب قال يساوي 1.93. طيب يا شباب الآن ثبتنا بعض المعلومات الأساسية في توزيع ذو الحدين. تحدثنا عن توزيع ذو الحدين من ناحية اللي هو توزيع من التوزيعات الاحتمالية المتوقعة، ثبتنا هذه المعلومة تماما. ثم تحدثنا على انه توزيع ذو الحدين عنده بعض الخصائص، من هذه الخصائص القيمة المتوقعة وقلنا هي عبارة عن نون ضرب لام، وكذلك تحدثنا عن اللي هي واحدة من الخصائص الثانية اللي هي التباين، وقلنا التباين هو عبارة عن نون ضرب لام ضرب واحد ناقص لام. ثم تحدثنا عن الانحراف المعياري وقلنا الانحراف المعياري هو عبارة عن القيمة اللي هي التباين تحت الجذر، لو قلنا هو الانحراف هو جذر التباين، هو جذر التباين. وبكده بنكون حصلنا على كيف نقدر نحسب الخصائص الثلاث في ذو الحدين، وكذلك كيف نقدر نعرف هذا التوزيع ذو الحدين او غير ذو الحدين. طيب واضح الشباب؟ اي سؤال؟ واضح. طيب تصنيف عينه من عمال الى متزوجين وغير متزوجين، هذه التجربة تخضع إلى تصنيف عينة من 10 عمال إلى متزوجين وغير متزوجين، هذه التجربة خاضعة إلى توزيع
طبيعي، توزيع ذو الحدين، توزيع بوسون، ولا توزيع زد ذو الحدين. ليش؟ تجربة تصنيف عمال من 10 عمال قلنا إلا مسلويين وغير مسلويين. الشباب قالوا ذو الحدين، ليش ذو الحدين؟ لماذا ذو الحدين؟ ذو الحدين لأنه في حالتين، إما متزوج أو غير متزوج، وهذه برضو تدل على أن هذا التوزيع يتبع توزيع ذو الحدين، إذا هو من توزيع ذو الحدين. كذلك المدخنين وغير المدخنين، المتزوجين وغير المتزوجين، الراتبين والناجحين، هذه كلها ليست تتبع توزيع ذو الحدين. برضو من الأمثلة اللي ذكرناها قبل شوي اللي هو قلنا أعطيك نحن نعطيك النون المعطى، وكذلك نعطيك اللام معطى، انت تحت منها القيمة المتوقعة، تحت منها التباين، تحت منها الانحراف المعياري. وبكذا بنكون خلصنا اليوم الجزئية الخاصة بخصائص الحدين وتعريف الحدين، وانه هو من غير عشوائي بيتبع توزيع للمتغير عشوائي المتقطع. الباقي لنا ان شاء الله مسألة تطبيقية في بداية اللقاء الغادي ان شاء الله، يوم الاربعاء الغادي 10 دقائق الاولى هنعمل فيها تطبيق لواحد من المسائل ومسألة كاملة نحلها، ثم ندخل على توزيع بوسون. واضح شباب؟ ثم ندخل على توزيع بوسون. اذا اللقاء القادم هيكون هو حل لمسألة واحدة من مسائل ذو الحدين، نحط المسألة قدامنا كاملة ثم نعمل على حلها، ونشوف كيف نقدر نتعامل مع الآلة الحاسبة في حساب القيم الخاصة بذو الحدين. طيب الى ان نلتقي، لو ما في سؤال ممكن نقول مع السلامة، وإن شاء الله اللقاء القادم.